السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أحداث وأصداء، نقدم لكم فيها قراءة لنتائج الانتخابات التركية التي خالفت التوقعات واستطلاعات الرأي بحسب النتائج النهائية والغير رسمية. فقد تمكن أردوغان من تحقيق أكثر من 52% من أصوات الناخبين ليحسب الانتخابات من الجولة الأولى ودون الحاجة للجوء لانتخابات رئاسية ثانية. نحاول مشاهدينا الكرام التركيز على هذا الموضوع والتساؤل أيضا في حلقتنا اليوم عن كيف سيؤثر أو كيف ستؤثر تركيا بهذه النتائج التي حققها أردوغان وحزبه، كيف سيتأثر الوضع الإقليمي والدولي. نحاول نقاش ذلك في حلقة اليوم مع ضيوفي، ومعنا في الأستوديو الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات. أهلا وسهلا بك أستاذ. وكما أرحب مشاهدينا الكرام أيضا بضيفي الدكتور مازن رمضاني أستاذ العلوم السياسية والدراسات المستقبلية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك. وأرحب مشاهدينا بضيفي الذي ينضم لنا من اسطنبول عبر خدمة سكايب السيدة فوزي زاكير أوغلو المحلل والخبير في الشؤون التركية. أهلا وسهلا بك سيد فوزي، ومعك أبدأ النقاش. أهلا وسهلا. ما هو تقييمك لنتائج الانتخابات؟ يعني هناك فرحة عارمة ليس فقط على المستوى المحلي التركي، لكن على المستوى العربي والإقليمي هناك إشادة كبيرة واحتفاء شعبي حافل. صحيح، والحقيقة نتائج انتخابات الأمس كانت كما أراد لها حزب العدالة والتنمية والسيد الرئيس رجب طيب أردوغان وكما أراد الشعب التركي. صحيح أنها كانت مفاجأة للكثير من المراقبين، لكنها بالحقيقة يعني كانت مفاجأة أكثر لمن كان يريد للسيد أردوغان وحزب العدالة والتنمية أن لا يعني يتعدوا عدد 50% إن كان في انتخابات رئاسية وإن كان في برلمان. كما نعلم فإن انتخابات أمس كانت هي للمرة الأولى بهذه الطريقة، انتخابين في نفس الوقت، انتخاب لرئيس الجمهورية وانتخاب لأعضاء البرلمان بعد التعديلات الدستورية. تحول بدءا من الأمس النظام الدستوري في تركيا من نظام برلماني ديمقراطي إلى نظام رئاسي ديمقراطي. سيكون بوسع السيد رجب طيب أردوغان كرئيس للجمهورية أن يشكل حكومته بشكل مباشر من دون يعني النظر إلى الأغلبية في البرلمان أو من دون أخذ أي يعني اعتبار للأحزاب أو لنسب الأحزاب التي كانت أو شكلت في البرلمان. صحيح أنه حصل على أكثر من 50% في البرلمان أيضا في داخل التحالف الذي سمي بتحالف الجمهور أو تحالف الشعب، هو وحركة وهو وحزب الحركة القومية، لكنه في كل الأحوال وحسب الدستور الجديد سيكون بوسع أي رئيس جمهورية بعد الحصول على 50% من عدد أصوات الناخبين إن كان في الجولة الأولى أو كان في الجولة الثانية، سيكون بإمكان رئيس الجمهورية في المستقبل أن يشكل حكومته. هذه الطريقة أو هذه الانتخابات كما ذكرنا كانت بعد التعديلات الدستورية التي فصلت بشكل كامل ما بين السلطات التشريعية والسلطة التنفيذية. هل كانت النتائج متوقعة في الداخل التركي؟ كان هناك بالحقيقة يعني الكثير من الشك حول هل سيستطيع الرئيس أردوغان حسم الأمر في الجولة الأولى أم البقاء إلى الجولة الثانية. كان الأمر غير واضح بالنسبة للكثيرين، حتى بالنسبة للعدالة والتنمية والسيد أردوغان. صحيح أنهم بالحقيقة وثقوا بالله تعالى أولا ومن ثم يعني الناخبين الأتراك، لكن يبقى الموضوع هو بالحقيقة بيد الناخب التركي، وهم كما نعلم يعني عدد الناخبين حوالي 56 مليون. أي اختلاف أو أي تغير في وجهات النظر أو أي حادث كان ممكن أن يؤثر سلبا على أصوات سيد أردوغان، لكنه والحمد يعني تم يعني انتهاء من هذه الانتخابات في الجولة الأولى. كثير من المراقبين كان يتوقعون بأن يفوز سيد أردوغان كما المرة الماضية في تقريبا 51 وكسور يعني 51.5 تقريبا، لكن الحمد لله هذه المرة كان أكثر من المرة الماضية. قد يكون هذا بأسباب تواجد في هذا الحلف
حزب الحركة القومية، وإن كان بالحقيقة خسر السيد أردوغان بتواجد حزب الحركة القومية معه في نفس التحالف، خسر كثير من أصوات المحافظين من الأخوة الأكراد الذين يعني لهم حساسية ضد حزب الحركة القومية. طيب لنتحدث على هذه الانتخابات من حيث الشكل، يعني نسبة المشاركة العالية جدا، وكذلك من حيث التنظيم والقدرة على إظهار النتائج غير رسمية في ساعات قليلة، ماذا يعكس ذلك حسب رأيك؟ يعني بالحقيقة هناك تنظيم كبير، اللجنة العليا للانتخابات يشهد لها بأنها بالحقيقة كانت أولا أدارت العملية الانتخابية منذ بداية الحملات الانتخابية منذ أكثر من شهرين وحتى انتهاء من عد الأصوات، وما زالت العملية الانتخابية مستمرة بالحقيقة حتى إعلان النهائي عن والقطعي عن النتائج، إن كان النتائج رئاسة الجمهورية أو انتخابات رئاسة الجمهورية أو انتخاب البرلمان. اللجنة العليا للانتخابات يعني أدارت هذه العملية بحرفية شديدة، استفادت من التقنيات المتواجدة في تركيا والتي طورتها كثير من الشركات التركية يعني سرعة نقل المعلومات من مناطق يعني من فروع اللجنة العليا للانتخابات في المناطق إلى يعني الفروع في المدن الرئيسية، ومن ثم إلى الفرع الرئيسي لها في أنقرة أو إلى المركز الرئيسي في أنقرة. يعني كانت كما نعلم يعني يعني النتيجة شبه النهائية، يعني أكثر من 99% من الأصوات كان قد يعني تم فرزه في حوالي الساعة 11 ليلا، يعني أي بمعدل بعد 6 ساعات من انتهاء الاقتراع، وهو رقم قياسي. أما من ناحية يعني الحضور والمشاركة فقد كان مشاركة رهيبة، كثير من الدول يتم فيها مشاركة في الاقتراعات والانتخابات لأكثر من نصف هذه النسبة، رأينا كيف أنه في بلاد أوروبية حتى لا يتعدى نسبة المشاركة أكثر من 50 إلى 60%، كانت المشاركة في تركيا أكثر من 87%، وهو يعني رقم قياسي بالحقيقة إن كان في تركيا وإن كان في ماذا كثير من يعكس هذا؟ البلاد لماذا يعني الديمقراطية. ما السر وراء هذا الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع؟ ما الذي كان يشجع المواطن التركي في النهاية لأن يدلي بصوته ويسهم فيما وصفه أردوغان بالعرس الانتخابي؟ صحيح، عوامل كثيرة. أولا في بعد الانقلاب العسكري في 1980 كان هناك يعني وضع الحكم العسكري في ذلك الوقت جزاء يعني مخالفات على من لا يصوت في الانتخابات. تعود الشعب من ذلك الوقت أن يذهب خوفا من أن يعني يدفع يعني الجزاء على عدم المشاركة، لكنه من بعدها من بعد وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في 2002 أصبحت هناك منافسة كبيرة ما بين مشجعي العدالة والتنمية من طرف وما بين مشجعي ومتابعي أو منتخبي الشعب الجمهوري والأحزاب الأخرى. هذه المنافسة كان دائما يعني يثني عليها يعني الكثيرين بأنها حتى يعني بدء يعني الاقتراع تكون منافسة شديدة قوية، لكن بعد بدء الاقتراع الكل يقبل بما يعني يقرره الشعب. رأينا بأنه صحيح أن كان هناك بعض الاعتراضات على أن هناك بعض التجاوزات، لكن خرج اليوم مرشح الرئاسي عن الشعب الجمهوري السيد محرم إنجا وقال بأننا أقبل بهذه النتيجة وأحترم هذه النتيجة وأحترم يعني اختيار الشعب للسيد أردوغان، وهذا بالحقيقة ينم عن يعني ديمقراطية يعني على الأقل ظاهرية لدى الكثير من الناخبين والمنتخبين في تركيا. شكرا جزيلا لك سيد فوزي زاكير أوغلو، المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية، حدثنا من اسطنبول. عودة إليكم ضيوفي الكرام. بداية عربيا أستاذ زهير سالم، كيف تقرأ هذه النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على المستوى الإقليمي دعينا نقول، وعلى المستوى العربي بشكل خاص، يعني هناك حالة من التفاعل العملي العميق مع المشهد التركي،
العرس في بيت الجار وكأنه في بيتنا نحن. أنظمة عربية كثيرة مع الأسف تنظر إلى التجربة التركية نظرة انتقاص، نظرة توجس، لا تريد للديمقراطية، للخيار الديمقراطي. أنظمة ديمقراطية في العالم لا تريد للخيار الديمقراطي في أي بلد عربي أن ينجح. الشعوب العربية ولا سيما الشعوب المستضعفة المنتهكة التي تتغول عليها أنظمة الطغيان وميليشيات البغي كانت تعلق أملها بنجاح السيد رجب طيب أردوغان، تتعلق بالانتخابات التركية، وهذا الذي صرح به سيد رجب وهو يحدث منافسه، قال له أنت تتوعد في كل خطاب لك بطرد اللاجئين السوريين من تركيا، أنا أقول لك أن هؤلاء لن يصوتوا في الانتخابات، ولكن دعاؤهم في الليل هو الذي سيساعدني على الفوز. الآن هذا المشهد، مشهد التخلي، تخلي الأنظمة العربية عن مسؤولياتها في الساحة بشكل مطلق، تخلي عن العدوان على الشعوب العربية. الآن الشعب الفلسطيني يعاني، الشعب السوري يعاني، الشعب العراقي يعاني معاناة إلى حد الانتهاك، ليست معاناة جوع وحرمان، معاناة إلى حد الانتهاك. وهناك أنظمة عربية تمتلك الكثير من الإمكانات المختلفة تدير ظهرها للمشهد، تفتعل مشاكل تشتغل عليها. السيد رجب أردوغان هو رئيس تركي، وخلال السنوات الماضية التي سميناها سنوات الربيع العربي كانت أولياته تركيا، وهذا من حقه، ولكنه أحيانا بكلمة تعاطف يمتلك قلوب هؤلاء الناس جميعا. هو أعلن أكثر من مرة وعلى مدار السنوات أنه سيبقى نصيرا للمستضعفين في سوريا، في فلسطين، في العراق، في كل مكان، وهذا الذي يؤهله ليكون موضع أمل. وهذا أيضا كلام كمدخل انتخابي له استحقاق. الآن الذين قال عنهم سيد أردوغان أنهم سيدعون له بالليل وقد فعلوا، وأنا أقول قد فعلوا وأنا جازم، أصبح لهم عنده استحقاق واستحقاقات كثيرة، نسأل الله أن يعينه على أدائها. دكتور مازن رمضاني، ما هو رأيك؟ ابتداء شكرا جزيلا على الاستضافة، أحييك عزيزتي وأحيي الأستاذ الفاضل. لنتأمل أولا في أهمية ما جرى في تركيا. أنا أرى أن ما حصل في تركيا بالأمس هو تصويت من أجل المستقبل وليس من أجل الحاضر والماضي، على الرغم من العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل. لماذا التصويت كان من أجل المستقبل؟ نسبة المشاركة في الانتخابات غير مسبوقة، وأنا أتفق مع حتى في الديمقراطيات العريقة كالمملكة المتحدة على سبيل المثال، ولا نتكلم طبعا عن دولنا العربية حيث آخر انتخابات جرت في أحد الأقطار العربية نسبة التصويت أو نسبة المشاركة لم تتجاوز 20%. إذا تضخيمها في النهاية يعني. وجرت تضخيمها إلى 40%. إذا هنالك فارق في الوعي، في الوعي الجماهيري. الجماهير لم تشارك بسبب من الخوف مثل ما ذكر الضيف من إسطنبول. لا أبدا، ربما كان الخوف مقترن بفترة زمنية مضت، ماضي، والماضي زمان مضى ولا يعود. إذن لم يكن الخوف هو السبب وراء المشاركة في الانتخابات التركية، وإنما نسبة الوعي عالية جدا عند المواطن التركي. المواطن التركي يجد أو وجد في السيد أردوغان الأداة لصناعة المستقبل المنشود. هم يصنعون المستقبل، الرجل بنى، أسس لمستقبل تركي بالتأكيد زاهر، ودخل الانتخابات ووراء كم هائل من الإنجازات. وبالتالي نستطيع أن نربط هذا الكم الهائل من الإنجازات الداخلية
بالفوز الكبير الذي حققه السيد أردوغان. وبالتالي نحن أمام منعطف في التاريخ التركي. إذا كان أتاتورك قد أسس تركيا الحديثة، فأردوغان يؤسس لتركيا المستقبل، وهذا إنجاز كبير عندي. هل النظام الرئاسي سيساعده على تحقيق ذلك أكثر؟ بالتأكيد النظام الرئاسي فيه إيجابيات وفيه سلبيات دون شك، كأي نظام حكم في أي دولة من الدول. ولكن إذا ما تأملنا في النظم الرئاسية المباشرة وغير المباشرة، المباشرة كالنظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وغير المباشرة كالنظام السياسي في فرنسا، نجد والآن النظام السياسي في تركيا مباشر وليس غير مباشر، أي بمعنى أن منصب رئيس الوزراء سوف يلغى، مثل ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. هنالك رئيس وهنالك وزراء يأتمرون طبعا أو ينفذون. الرئيس هو من يشكل حكومة، هو يشكل حكومة لو تأثير في القضاء، يعلن الطوارئ وإلى آخره من الإنجازات التي تصب في تسريع عملية اتخاذ القرار. عملية اتخاذ القرار decision making طبعا تتباين من دولة إلى دولة أخرى. في بعض الدول هذه العملية بطيئة جدا، وردود أفعال الدولة تكون متأخرة جدا، في حين في نظم أخرى لا سريعة. إذن النظام الرئاسي يساعد على تسريع عملية اتخاذ القرار باعتبار أن هنالك صانع قرار أساسي. نعم النظام الرئاسي لا يلغي دور المؤسسات الأخرى ولا سيما التشريعية والقضائية، مساعدة لاستقلال السلطات والفصل بين السلطات دون شك، لكن على وفق النظام الأمريكي، ويبدو لي السيد أردوغان راح يطبق النظام الأمريكي في الفصل بين السلطات، هنالك ما يسمى بالcheck and balance، أي بمعنى أن السلطات تراقب بعضها البعض الآخر ولكن تساهم أيضا في عملية صنع القرار، إلا أن هذه المساهمة تقف عند حد معين. فصانع القرار الأول في النظام الرئاسي المباشر وغير المباشر هو رئيس الجمهورية، بالنسبة إلى تركيا هو السيد أردوغان. لكن بجانب الإيجابيات التي يتميز بها النظام الرأسمالي، هنالك بالضرورة سلبيات. النظام الرئاسي المباشر وغير المباشر قد يضع قيود على المشاركة، مشاركة القوى السياسية الأخرى في عملية صنع القرار، لأن عملية صنع القرار تكاد تدور حول شخص واحد هو الرئيس. بهذا أعود إليك أستاذ ظهير سليم، هل هذا يبرر عناوين الصحف الأوروبية التي رأيناها التي وصفته بالديكتاتور؟ يعني حتى أن الدول الأوروبية مثل فرنسا تطبق هذا النظام الرئاسي، نظرة الغرب لهذه الانتخابات، متابعتهم لها، وكذلك الطريقة التي هذه الانتخابات ستؤثر في علاقة تركيا مع الغرب، كيف يمكن أن نتوقعها؟ يعني هذا السؤال المهم والخطير الحقيقة، والذي ألمحت إليه في مداخلتي الأولى. كل هذه الحرب على منطقتنا، المنطقة العربية أنا أتكلم، وعلى الدول التي الحرب فيها ساخنة، لحرمان هذه الشعوب من خيارها الديمقراطي. الآن الآلية الديمقراطية في تركيا لا أحد يستطيع أن يعترض عليها، هو خيار ديمقراطي، هذا الذي أراده ولكنهم معترضون. كل ماكينة الإعلام الدولية والإقليمية يعني تحاول أن تبحث عن مغامز ومطاعن لتوجه الرأي العام ضد ما يجري في تركيا. ما قاله الدكتور مهم جدا جدا. تركيا أو السيد أردوغان ب 13 عملية انتخابية، ب 13 فوز انتخابي، أسس عالم جديد في تركيا حتى على مستوى الحرية. نتكلم أليست الديمقراطية الحرية بنت الديمقراطية؟ هل في عهد حزب العدالة والتنمية الذي توسعت دائرة الحريات في سوريا وفي تركيا ولا ضاقت؟ الحريات الشخصية والفردية، أردوغان وحزبه ما نزع من أحد حريته، لكن في هناك شرائح في المجتمع التركي
كانت حريتها مقيدة، أعطى هؤلاء المحرومين من الحرية أعطاهم حريتها، رفع الأذان، سماح بالحجاب وغيرها من الأشياء. يعني جيل من طالبات الجامعة التركيات كان حريتهم الشخصية أن يعني يتحجبوا أو لا يتحجبوا، أعطاهم حريتهم. جيل من الموظفات أعطى حرية، لم يقيد حرية. ومع ذلك الموقف الغربي جدير منا بالتأمل، لماذا هذا العداء التاريخي المستبطن لإرادة هذه الشعوب؟ الحكم العدالة والتنمية لم يستعدي أحد في الغرب، لم يعلن حربا مباشرة على ولا غير مباشرة على حرب. حاول أن يندمج في الاتحاد الأوروبي بكل شروط والمواصفات، ومع ذلك هذا الموقف يعني مستبطن العداوة، دعيني أستعمل هذه العبارة، اللمز والغمز. طبعا أنا أريد أن أشيد يعني من الذكاء السياسي أردوغان في لعبته السياسية التي يجب أن نشيد بها، تنازل عن سنة من رئاسته أو سنة ونصف وربح 5 سنوات، وهذه السنة هذا بدهاء سياسي. لماذا؟ لأنه كان يعلم أن أعداءه يمكرون ويعدون، وأنهم خلال هذه السنة سيضعون في طريقه الكثير من المطبات، ففاجأهم أعلن الانتخابات بعد شهر وقطع الطريق عليهم وأعطى الديمقراطية أبعادها. هذا الموقف نحن نريد أن نقول، زمانه كان في فيلسوف ألماني اسمه كانت يقول الديمقراطيات لا تتحارب، الذين يؤمنون بالديمقراطية لا يقتلون بعضهم. لماذا هذه الشعوب الغربية أو من يمثلها، أنا لا أريد أن أتهم الشعوب، ربما الشعوب مظلومة، ولكن من يمثلها، لماذا تبخل على شركاء في هذه الأرض، شركاء في هذه الإنسانية، بخيار ديمقراطي، وهي احتلتهم في بدء الأمر بزعم نقل الديمقراطية، وهي التي أسس هؤلاء. حق المواطن البريطاني أن يختار من يمثل مصالحه، لماذا لا يحق الشعب السوري أن يختار من يمثل مصالحه؟ لماذا لا يحق للشعب العراقي؟ لماذا لا يحق للشعب الفلسطيني؟ هذه معضلة الحقيقة، معضلة ذات طبيعة إنسانية، ذات طبيعة ثقافية، ذات طبيعة سياسية. إذا أردنا أن نبني، وكلنا عندما يتحدثون نتحدث عن الحب والتشاركية والتعددية والانفتاح، لماذا لا يكون تكون هذه العناوين برامج حقيقية؟ اليوم المحاولة للتشهير بالانتخابات التي جرت بتركيا، للطعن بها، لللمز من هنا وهناك، يعني تشهير بعض الأنظمة للنهش منها، هذه المحاولة يعني تنعكس سلبا على كثير من المشهد السياسي الذي نعيشه جميعا في هذا العالم. ولذلك أنا أقول النصر الذي حققه أردوغان ما زال تحت قوس خطر كيد كبير، نسأل الله أن يحمي تركيا. سنعود لذلك، سندرس منها. نعم، سنتحدث عن التحديات التي تحيط بالدولة التركية والدور الذي تريد أن تلعبه إقليميا ودوليا أيضا. أريد أن أتوقف مع هذا التسجيل الذي يظهر مظاهر الفرح والابتهاج بفوز أردوغان أين في فلسطين، تحديدا في غزة، نتابعه. ثم نأخذ مشاركة الدكتور، يشارك معنا دكتور صواف، فنتابع هذا التسجيل ثم نعود إليه. أول شيء طبعا بنهني أردوغان، رجب طيب أردوغان، في فوزه، وألف مبروك له طبعا للشعب التركي كله، وبنطلب منه إن شاء الله يعني يدعم القضية الفلسطينية ويقف معنا كشعب فلسطيني، وكل الشكر له والاحترام له للشعب التركي. والله هو مواقفه حلوة كتير، ويعني بنشكره في آخر موقف له اللي هو وقف مع جرحى مسيرة العودة ودعمهم وعالجهم، وبنشكره طبعا على جميع جهوده، كل الاحترام. احنا طبعا بنحييه طبعا، وكل الشعب الفلسطيني طبعا بحب أردوغان، وانا شخصيا كتير يعني بحب شخصيته، بحب انه واقف جنب الشعب الفلسطيني وانه بدعمنا دائما، وبنتمنى دائما انه يعني يفوز وانه دائما يكون بمجالات اكبر، وبنحييه طبعا انه طبعا يضل واقف جنب الشعب الفلسطيني، وانه يساعدنا وانه يدعمنا ويحاول نحل بالقضيه الفلسطينيه تبعتنا، انه يوقف معنا دائما، وانه يحاول يساعدنا اكثر في انه فتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزه، وما
بنتمنى انه دائما يكون واقف جنبنا يعني ويساعدنا، واحنا بنحييه كثير كثير كثير. شخصيه انا بحبها كثير وعظيمه جدا، وبحب يعني وقوفه وشخصيته كثير، انه دائما بوقف جنب الشعب الفلسطيني ودائما بدعمنا، وانا يعني كثير فخوره فيه. بتمنى انه اغلب الرؤساء انه يكونوا مثل هذه الشخصيه، لانه فعلا رئيس عظيم وكثير يعني بحب شخصيته انا كثير كثير. احنا بما ان الشعب الفلسطيني في ظل الحصار، في ظل الاوضاع المأساويه، في ظل مسيرات العوده، نحن بكل فخر بكل تهنئه بكل تعم بنا الفرحه هنا في قطاع غزه، رغم الجرح النازف، رغم شهدائنا جرحانا تعمر الفرحه بيوتنا وتعمر الفرحه بيوت شهدائنا وبيوت جرحانا. تهنئه الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، نهنئه بكل تهنئه قلبيه. نحن والله نشعر بالفرحه والسرور لاجل هذا الرجل المناضل الذي يقف بجانب الامه العربيه والاسلاميه، وانما الاعمال بالنيات. فهذا رجل يخدم وطن ويخدم شعب ويخدم أمة إسلامية عربية. إذا مشاهدينا كانت هذه بعض الآراء الفلسطينية حول فوز أردوغان. أتحول بها لضيفي الدكتور مصطفى الصواف الكاتب الصحفي يحدثنا من غزة. أهلا وسهلا بك سيد الدكتور مصطفى، ولنا أن نناقش معك يعني الانتخابات التركية كيف توبعت فلسطينيا على الضوء الحديث عن صفقة القرن الذي يسعى الغرب للتسويق له. السلام عليكم. أنا أعتقد أن الانتخابات التركية استحوذت على اهتمام كبير في الشارع الفلسطيني، خاصة أن تركيا لها دور واضح في دعم الشعب الفلسطيني، وخاصة ما يقوم به أردوغان. وهذا كله ينعكس على طبيعة الاهتمام بالعلاقة ما بين تركيا وفلسطين، وبكل تأكيد كان هناك اهتمام واضح ومتابعة، ربما حتى إعلان نتائج الانتخابات من فئة غير قليلة من الشعب الفلسطيني لمعرفة ماذا سيكون عليه نتائج هذه الانتخابات. أول شيء أن هذه الانتخابات هي خيار شعبي، خيار الشعب التركي، وأنا أعتقد أن من حق الشعب التركي أن يختار من يريد بغض النظر عن طبيعة العلاقة ما بين تركيا وغيرها من الدول. طالما أننا احتكمنا إلى صناديق الاقتراع علينا أن نحترم هذه الصناديق، وأنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني مر بهذه التجربة واحترم صناديقه، وإن كان البعض انقلب عليها. ولكن في تركيا أعتقد حسب ما هو منشور وحسب ما سمعنا من بعض من هم في تركيا أكدوا أن الليلة الماضية كانت ليلة بكل معاني الكلمة كانت ديمقراطية. وما حتى مظهر الابتهاج يعني كانت يعني في غزة كان المظهر الابتهاج والفرح بهذه النتائج يعني ملفتا جدا. يعني البعض يتذكر موقف أردوغان من إعلان القدس، الموقف أيضا من نقل السفارة، عقد المؤتمر الإسلامي، سحب السفير الإسرائيلي، يعني الكثير من المواقف. إلى أي مدى قد ساهمت في نعم سيدتي المواقف التركية في عهد أردوغان بالنسبة للقضية الفلسطينية ليست بحاجة إلى تعديل. هناك كثير من المواقف الأردنية التركية المساندة والمؤيدة للحق الفلسطيني، وربما هذا هو الذي دفع الشعب الفلسطيني للاهتمام بأن يقود تركيا، والذي يوالي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا. ولذلك كانت فرحة الشعب الفلسطيني في فوز أردوغان كبيرة جدا، رغم وجود بعض الأصوات النشاز التي كانت تقول وربما تنم بشكل او باخر، ولكن في العموم انا اعتقد ان الشعب الفلسطيني كان يعني مبسوط الى درجه كبيره من فوز اردوغان في هذه الانتخابات، وكان مبسوطا ايضا بالاجواء الديمقراطيه التي كان يتمناها الشعب الفلسطيني ان تكون سائده في بلاده، ولكن ان تقوم بها تركيا فهذا ايضا شيء يشجع على ضروره ان يسلك الشعب الفلسطيني كما تسلك غيره من النظم، غيره من النظم الدوليه والعربيه والاسلاميه، طريق الديمقراطيات والانتخابات. ارجو ان تبقى معنا دكتور مصطفى الصواف. اعود اليك ضيفي هنا الاستاذ مازن رمضان. يعني صفقه القرن هو العنوان الابرز هذه الايام، جولات ومشاورات، جولات مكوكيه يقوم بها كوشنر من اجل اقناع الدول العربيه وكذلك الاطراف الفلسطينيه بهذه الصفقه. دور التركي كيف يمكن ان نعبر عنه؟ ما المنتظر من تركيا؟ تركيا شأنها شأن دول أخرى تتطلع إلى تحقيق مصالح ثابتة ومتغيرة،
لها علاقة بمثل ما ذكرت بتأمين الحاضر والمستقبل التركي. وتبعا لذلك ووفقا لمدى الاقتراب أو الابتعاد من المصالح التركية المتوخاة سيتحدد الموقف التركي من القضايا التي تفضي إلى الاقتراب أو الابتعاد. أنا أعتقد أن ما يسمى بصفقة القرن تريد تصفية قضيتنا العربية المركزية هي القضية الفلسطينية. وإذا ما تم تصفية هذه القضية إسرائيل سوف تبرز أكثر قدرة وقوة على تحقيق المشروع النهائي الصهيوني من النيل إلى الفرات، ليس بالضرورة استعمار مباشر، لأننا في عالم ما عاد الاستعمار المباشر نموذج جاذب. الاستعمارات غير المباشرة كثيرة وهي تؤدي نفس الهدف. إذا ما وجد تركيا أن هذه الصفقة سوف تنطوي على تأثير في المصالح التركية سوف تعمد إلى مقاومة هذه الصفقة. ولكنني وأنا أتكلم هنا بموضوعية وغير منحاز لأي طرف من الأطراف، منحاز فقط للجانب الموضوعي، إذا ما وجد تركيا أن هذه الصفقة تنطوي على يعني الإضرار في مصالحها سوف تعمد إلى مناهضتها. لكن إذا ما وجدت أن هذه الصفقة سوف تدعم المصالح التركية سوف لن تتوانى عن دعم هذه الصفقة ضمن الشروط التركية، يعني لن يكون هنالك استسلام. لكن هناك منتظر، انت سمعت اراء الشارع الفلسطيني حول اردوغان، يعني الصراع ما بين المبادئ والمصالح، الى اي مدى ستكون تركيا يعني في المنتصف تريد تحقيق مصالح وعلاقات دوليه قويه، لكنها في نفس الوقت تريد ان تستجيب لنداءات الشعوب وان تكون بمستوى تطلعاتهم؟ يا عزيزتي، السياسه شيء، يعني الواقع السياسي شيء والتمني شيء اخر. السياسه الغلبه دائما وابدا في جل الأحوال، لا أستطيع أن أعمم، الغلبة دائما للمصالح. عندما تتقاطع المصالح والمبادئ بالسياسة الغلبة للمصالح، هذه هي السياسة. دعني أحاول عبر أن أقاطعك حول هذه الجزئية الأستاذ زهير سالم، لأن مفيدة جدا تتعلق بالملف السوري أيضا. هناك كانت انتقادات لتركيا بأنها لم تتدخل في القضية السورية في الوقت المناسب، لم تفرض منطقة آمنة كما كان مأمولا، هي كانت تريد ذلك، لكن تدخلها بوصفه الكثير بأنه جاء متأخرا، يعني كانت تعرضت مصالحها ربما للاستهداف فلم تستجب للشعب السوري كما كان يتوقع منها. يعني بعد الانتخابات هل سنشهد ربما تعامل مختلف؟ يعني أنا مع كل المقدمات التي تفضلت بها ومع ما تفضل به أخي الدكتور مازن، أحب أن أعود هيك شغلة. أنا أرى أن صفقة القرن لا تتعلق بفلسطين وحدها، صفقة القرن تتعلق بهوية أمة وبثقافة أمة. صفقة القرن تهدد تونس والرباط والقاهرة وحلب وبغداد كما تهدد القدس. وهذا ونشهد، نحن نشهد هذه التحولات في كثير من الأقطار العربية كجزء من صفقة القرن. قلت في المقدمة وهذا أثارني أن كوشنر يمر عليهم لإقناعهم، هم الذين يقنعوه، هم الذين يدفعون له، هم الذين أقنعوا ترامب، هم الذين يعرضون يتنازلون بهذه الطريقة. ما قلتيه عن سياسات السيد أردوغان في الملف السوري مثلا، أنا مع كل الذي قلتي هناك أخطاء في السياسة، هو اعترف مرة قال نحن تأخرنا، نحن كانت لدينا ظروف. كثير من المحللين الأتراك يقولون هذا، نحن لا نريد أن نعيش بالأمان، تفضل الدكتور وهذا كلام صحيح، لكن هناك حد أدنى من المبادئ تعصم أصحاب المبادئ.
نتمنى أن يكون هذا لدى السيد رجب أردوغان في مسيرته القادمة. الآن هو أصبح رئيسا قويا، كان في مرحلة مثلا يتحدثون عن قوى عسكرية في الجيش، عن قوى سياسية في البلد، عن برلمان عن أمور كثيرة كانت تعيق تحركاته. نحن لا نريد، أنا كسوري أو كفلسطيني إحنا أو كعراقي، لا نريد لأردوغان أن يدمر تركيا لحساب أي مشروع من المشروعات. السياسة هي الرفق، هي الرفق. يمكن أن يكون رفيقا، ويمكن أن يكون مؤثرا، ويمكن أن يكون فاعلا، ولا بد في السياسة من التضحية. فرق بين أن أضحي بشيء وبين أن أضحي بكل شيء. إذن صفقة القرن مشروع يتهدد الأمة، كل الأمة، كل عاصمة عربية تظن، أو كل شعب، لأنه العواصم صارت قواصم، انتهينا. كل شعب عربي يظن أنه خارج إطار التهديد الصهيوني وخارج إطار التهديد الصفوي هو يضحك على نفسه. أنا كمواطن سوري ماذا فعلت لإيران؟ ماذا فعلت للولي الفقيه؟ ما متى أعلننا حربا طائفية؟ نحن عنا في مدينتنا حلب قريتين شيعيات عايشات معنا، من وبنزلوا عندنا حلب ومنروح عندهم، ما في عندنا مشكلة. هذا الحقد الذي قاده قاسم سليماني صب علينا كل هذا، وأصبحوا أدوات للصهيوني. اليوم اسمحي لي بثلاثين ثانية، الحرب في الجنوب السوري يشترك فيها الأسدي والإيراني ويتفرج عليها الصهيوني. إذن هناك تفاهمات حقيقية بين هذه المشروعات. هذا هو جوهر صفقة القرن. جوهر صفقة القرن أن يديروا ظهرهم للمشهد السوري. جوهر صفقة القرن أن يديروا ظهرهم للمشهد العراقي، للمشهد الفلسطيني، للمشهد المصري. المصريين الآن يحكمون بالإعدام بالمئات خلال الأربع سنوات الماضية، ولا أحد يسأل. جوهر صفقة القرن لا يتعلق بمدينة اسمها القدس أو اسمها الأقصى أو بلد اسمه فلسطين، يتعلق بكل الجغرافيا الإسلامية وبكل الديموغرافيا الإسلامية. دكتور مصطفى صواف، ما رأيك في هذا بالتحديد؟ يعني هناك خذلان تقريبا لقاه الفلسطينيين عربيا، والحديث هو نحن نتحدث الآن عن صفقة القرن، يعني ما المنتظر بحسب رأيك من تركيا؟ هل تنتظرون شيئا مختلفا في هذا المشروع الذي كان يفصل فيه ضيفي هنا في الاستوديو؟ لأن أنا في اعتقادي أن العنصر الأساس في تمرير أي مشروع للتصفية القضية الفلسطينية يعتمد على الشعب الفلسطيني. إذا رفض الشعب الفلسطيني كما رفض عشرات من مشاريع التصفية، بإمكانه أن يبقى مساندا لقضيته، ويعني يقف في وجه هذه الصفقات التي تهدف إلى تصفية هذه القضية. إذا لم يوافق الفلسطيني على صفقة القرن فلن تمر صفقة القرن ولو وافق عليها العالم كله. وعليه أنا أعتقد أن الفلسطينيين في غالبهم، ولن أقول في جلهم، في غالبهم وليس كلهم، هم ضد صفقة القرن، وإن كان إعلاميا أو ميدانيا. ولذلك هذه الصفقة على الجميع أن يدرك أنها ما لم تحقق حقوق الشعب الفلسطيني، وإذا تجاوزت هذه الحقوق فهي محكوم عليها بالفشل حتى لو كان ترامب خلفها. وعلي أن أعتقد هذه الصفقة هي لتصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الصهيوني. هذا المشروع الذي يتحدث عنه ترامب، ربما من يتذكر خطاب نتنياهو في بار إيلان عندما تولى رئاسة الحكومة يدرك بأن هذه الصفقة هي لما تحدث به. طيب هناك من بعض الانتقادات، يعني اعذرني لضيق الوقت الدكتور مصطفى الصواف، يعني احتمال نغوص كثيرا في صفقة القرن. هناك بعض البعض يتحدث على أن دعم تركيا لفلسطين يعني كان دعما يعني معتبرا، لكن البعض يريد أكثر، يعني يريد مشروع بديل عن صفقة القرن يقدم عربيا وتركيا، ولما لا وقد حصل أردوغان بعد هذه الانتخابات على هذه القوة الانتخابية. يا سيدتي، تركيا لوحدها لا تستطيع أن تصنع المستحيل. تركيا ما لم تتعاون معها الدول الإسلامية والعربية والفلسطينيين في تحقيق مصالح الأمة لا تستطيع وحدها، ولكنها تبذل الجهد في ذلك. ليس مطلوب من تركيا أن تتبنى مشاريع تواجه بها العالم لوحدها، لأنها ليست على مقدر لمواجهة كل هذا العالم. وربما ما تحدث به ضيوفك الكرام حول المصالح، نعم
أنا أقول أن السياسة مصالح، ولكن يجب علينا أن ندرك أن المصالح لا تتناقض مع المبادئ. المبدأ أساس، ومن ثم المصالح تدور حولها. أينما وجدت المصلحة التركية أعتقد أنها لن تختلف عن المصلحة الإسلامية عامة ولا عن المصلحة الفلسطينية، ولذلك سيكون موقف تركيا متوافق مع المصالح التركية والعربية والإسلامية والفلسطينية تحديدا. وعليه أنا أعتقد أن تركيا وحدها لا يمكن، ولكن إذا تعاون الكل العربي والإسلامي وتركيا من ضمنهم أعتقد أننا سنواجه صفقة ترامب ونواجه الإدارة الأمريكية بحد ذاتها. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى الصواف الكاتب الصحفي حدثنا من غزة. عودة لك ضيفي، ونتطرق لجانب آخر من النقاش، ماذا عن العلاقات التركية الدولية؟ كيف سنشهد علاقتها مستقبلا بعد هذه الانتخابات؟ يعني هل تميل أكثر مع المحور الإيراني الروسي أم أنها سوف تبقي لعلاقتها مع حليفها الدائم الطرف الأمريكي؟ يعني كيف تبدو هذه التوازنات في المرحلة القادمة؟ اسمح لي فقط تعليق لمدة دقيقة. دون شك تركيا لديها مشروع، إسرائيل لديها مشروع، ودولة فارس لديها مشروع، ثلاثة مشاريع تحاصر المشروع العربي إذا كان موجودا. إذا كان موجودا، هو غير موجود الآن، كان موجودا ودمر. نعم. وبالتالي ثلاثة قوى وهي تفكر بالمستقبل تعمل جاهدة إلى احتواء أي نهضة عربية مستقبلية، وبالتالي صفقة القرن تصب في احتواء النهوض القومي العربي. العلاقة التركية الأمريكية، يا سيدتي، الأمريكان دعموا وصول السيد أردوغان إلى السلطة، هذا معروف، وطبعا السبب يرجع إلى نوع من التفكير ساد الإدارة الأمريكية آنذاك، ألا وهو دعم الإسلام الديمقراطي، ولقد وجدوا في أردوغان داعما لهذا التوجه، دعموه. ولكن نرجع أيضا إلى هذا القانون الأزلي الذي يتحكم في العلاقات الدولية. عزيزتي الفاضلة، أختي العزيزة، المصالح تتقارب وتتباعد، وبالتالي التعاون والصراع هو ناجم عن هذه المعادلة، الاقتراب والابتعاد في المصالح. المصالح التركية بدأت تبتعد عن المصالح الأمريكية، ولهذا السبب رأينا التشنجات في العلاقة. حتى التهنئة كانت يعني من المعسكر الشرقي قبل المغربي. نعم. أي طبعا، لكن تبقى أمريكا مهمة بالنسبة إلى الأتراك، مثلما تركيا مهمة للولايات المتحدة الأمريكية. الرؤية، هذه الرؤية المشتركة بالأهمية المشتركة، تفرض على كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على تطور العلاقة الثنائية. يجسد ذلك اتفاق منبج الأخير، عذرا على المقاطعة. ممكن ممكن ممكن، يعني أنا ذكرت في سياق الكلام، يعني أنا طبعا كإنسان متخصص في هذه الأمور، عزيزتي، هنالك التقاء ممكن أن يحدث الآن، ممكن أن يحدث بكرة، ويمكن أن لا يحدث بعد بكرة. إذن المصالح هي ليست مصالح فقط استراتيجية، هي مصالح أيضا ممكن أن تكون ثانوية. تحقيق المصالح الثانوية يمهد السبيل لتحقيق مصالح أعلى من حيث المستوى والدرجة، وهكذا تواليك. ولكن أنا أرى أن المشروع التركي الذي يريد أن يجعل من تركيا قوة إقليمية مؤثرة، تمهيدا لتحويلها إلى قوة دولية مؤثرة، سوف يتصادم وسوف يتفاعل إيجابا مع القوى الإقليمية والدولية، وخصوصا وإننا كعالم نتجه إلى نظام سياسي دولي جديد يقوم على تعددية الأقطاب. وتعددية الأقطاب تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى قائدة ما يسمى بالعالم الحر، وإنما هي دولة عظمى من بين العديد من الدول العظمى، وفي مقدمتها، وأنا أكرر عشرات المرات هذا الشيء، وفي مقدمة هذه الدول العظمى الصين. ضيفي، بوتين يشيد بفوز أردوغان ويرى فيه دليل على نفوذه السياسي،
وكانت إشادة كبيرة طبعا من الجانب الروسي. العلاقات الروسية ومع الجانب الإيراني كيف يمكن أن تنعكس في المرحلة القادمة بحسب رأيك؟ يعني كذلك تعقيب بسيط، الولايات المتحدة والغرب عموما كما تفضل الدكتور تعاملوا بشيء من الإيجابية في البداية مع مشروع حزب العدالة والتنمية وبعد عمليات الانقلابات المتعددة. أنا أقول ليس من نوع يعني التأييد والدعم، وإنما من نوع المراهنة على الإسقاط وعلى الفشل. وعندما أصبحت التجربة قائمة بين أيديهم ووجدوا نوع من أنواع المشروع الناجح، أضمروا الحرب الخفية الباردة التي استمرت، وكان في مقدمتها منع تركيا من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ثم عملية الانقلاب. اليوم البارحة إحنا انتخابات التركية 24 حزيران الشهر، يذكرونا بشيء. 24 حزيران ذكرى إعلان فوز محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية بعد انتخابات مثل انتخابات أردوغان. لم يعطوا محمد مرسي الفرصة، وربما كانوا يراهنون على إفشاله، وفتحوا عليه براكين جهنم من الكذابين والدجالين. ومع ذلك عندما شعروا أن مشروع تجربته الناجحة يتقدم، صحيح ويتقدم ببطء في ظروف صعبة حتى على المستويات الاقتصادية كان المشروع يتقدم، انقلبوا عليه أيضا ووضعوه في السجن. حتى الآن لا حتى حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان لا تسأل عن رئيس جمهورية منتخب عنده 13 مليون صوت في مجتمعه، لا أحد يسأل عنه ولا أحد يذكر به. سأعود إلى القضية بسرعة، قضية الآن هذه اللعبة السياسية القديمة الجديدة بين الأطراف، منبج والعلاقة مع الأمريكان من جهة، وسوتشي وأستانا والعلاقة مع الروس والإيرانيين من جهة أخرى. هذه أدوات السياسي في التحرك. لذلك يعني نحن لا نستطيع أن نقول، أو لا أحد يريد من أردوغان من الذين يعني يفكرون سياسيا، أنه كما نقول يحمل السلم بالعرض ويقطع هنا ويصل هنا. السياسة هي فن الممكن، هي نوع من المقاربات مع الجميع. هل سيفلح في هذه المقاربات أردوغان؟ ولكن مع إدراك أنه شوفي عبارة بوتين دليل نفوذه، هذا ما هو نفوذ، كلمة نفوذ لها دلالة غير دليل دلالة الشعبية والقناعة الجماهيرية، كلمة نفوذ لها معنى آخر. ومع ذلك نحن نقول لا، ليس المطلوب من السياسي الناجح أن يقطع مع الآخرين، أن يصنف الآخرين أعداء ويدير ظهره لهم. إذا العداء جاء من الطرف الآخر، يعني رأينا كثير من الدول العربية لم تكن مبتهجة بهذا النجاح. مثلا أعطيك مثال، المستشار بن زايد قال أن أردوغان فاز بأغلبية بسيطة وبانتخابات شبه نزيهة. يعني هذه المواقف يعني تجعلنا لن نتحدث أبدا على أي تعاون تركي عربي مستقبلي. وهنا عندنا آداب، يعني القرآن يقول أعرض عن الجاهلين، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم. يجب أن يظل. أنا مرة سمعت تصريح من أردوغان ضد جماعة الإمارات، يعني ضايقني. الإنسان الإماراتي يجب أن نراهن على الشعب في هذه الدول، على شعوب هذا العالم، ونقول الكلمة الطيبة الواصلة وليس القاطعة. نحن لسنا فقط حريصين على أن نصل مع الأقوياء لأنهم أقوياء، لأنه الصلة مع الشعوب أصل، أن نظل نتودد إلى هذه الشعوب، أن نشعرها أننا حريصون على مصالحها. وكما تفضل الدكتور في لعبة المصالح السياسية الأولويات لا أحد يستطيع أن يقفز عليها. أردوغان تركي، أولوياته تركية، مصالحه تركية، ولكن أنا لا أتصور أن كل الناس أيضا من أجل مصالحهم يمكن أن يهدروا مبادئهم. لا بد أن يكون هناك أيضا قدر من الموازنة في الحفاظ على المبادئ. ما هو رأيك عن العلاقات العربية، كيف يمكن أن نتحدث عنها؟ هل نتوقع نموذج عمل يعني ومصالح، يعني مصالح موجودة بين هذين الطرفين لكن لا تفعل بالشكل الكافي؟ شوفي عزيزتي، بيننا نحن العرب وتركيا روابط عميقة ومتجذرة. الأتراك يخطئون والعرب يخطئون إن عمدوا إلى خلق الأزمات أو افتعال الأزمات. افتعال الأزمات العربية التركية ليس في صالح لا الأتراك ولا العرب.
في صالحنا القومي أن نتعاون مع تركيا تعاون مبني مثل ما تفضل الأستاذ على المصالح، لكن دون أن ننسى المبادئ ولو هي سياسة مصالح حقيقة. لكن أنت قلت على عدم افتعال أزمات، لكن مثلا أضرب مثال، الأزمة الخليجية حدثت حالة من الاصطفاف وربما الموقف تجاه تركيا بسبب أنها وقفت مع قطر في النهاية، يعني هذه الاصطفافات إلى أي مدى تمنع تحقيق المصالح في النهاية؟ أكثر من مجرد الوقوف بجانب قطر، الطرف العربي ربما أوسع من ذلك. نعم. تركيا أشياء وأشياء لسنا نحن الآن بصدد. أنا أرى يعني كإنسان مستقبلي، نعم وهذا ما يهمنا، نعم مستقبلنا يكمن في علاقة عربية تركية وطيدة، توظيف هذه العلاقة لاحتواء التحديات المشتركة. تركيا تجابه بتحديات مثلما نحن العرب نجابه بتحديات، لوحدنا لا نستطيع مجابهة هذه التحديات. إذن بالفعل العربي التركي المشترك نحقق الكثير من المصالح المشتركة. أريد أن أخذ كلمة فقط قالتها إحدى الغزاويات، قالت أتمنى أن يكون أغلب الرؤساء أردوغان، ما الذي يمنع ذلك؟ يعني إجابة باختصار حول السؤال الضيفي أيضا. الواقع العربي هو الذي يمنع ذلك، الثقافة العربية تمنع ذلك. نحن لم نتعلم كيف نتعامل مع بعض ديمقراطيا، هذه حقيقة. السبب يكمن في التربية الأبوية من البيت حتى قمة الهرم السياسي، الإكراه، وبالتالي لن نستطيع أن نكرر التجربة التركية إلا إذا استطعنا أن نغير تغييرا جذريا في عقليتنا، ثقافتنا، ورؤيتنا للحاضر والمستقبل. طيب باختصار شديد جدا، هذا الابتهاج العربي بهذه الانتخابات متى سيكون عربيا؟ في كل بيت عربي يكون ابتهاج من هذا النوع باختصار لو سمحت. باختصار القضية، أنا لا أعتبر الثقافة العربية مسؤولة عن حالتنا مع الإذن من الدكتور، ولا أعتبر التربية الأبوية، أنا أعتبر الاستبداد، هؤلاء الأشخاص المسلطون علينا من قبل الآخر وهم عديمو الأخلاق بكل بساطة، القضية أخلاقية، هم السبب. أما أقول للشعوب العربية ولا سيما الشعوب المنخرطة في الربيع العربي، بدأتم فأكملوا حتى تصلوا، وسنصل إن شاء الله، لست يائسا ولا ميائسا. ستصل هذه الشعوب إلى ما تصبو إليه وتخوض تجربة ديمقراطية حقيقية، تنتخب رئيسا حقيقيا. شدة المنافسة، الاشتراك، المشاركة، أنا ما أتيحت لي أعلق بسيطة، هذا الاشتراك 90% يشاركون في انتخابات ظاهرة ملفتة، دليل على أن هناك تحول حقيقي في المجتمع التركي يخلق حالة من المنافسة، جيل مستقبلي قادم وجيل راحل مودع. شكرا جزيلا لك الأستاذ زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات، شكري موصول لك دكتور مازن الرمضاني أستاذ العلوم السياسية والدراسات المستقبلية، شكري أيضا موصول لضيفي من غزة دكتور مصطفى الصواف الكاتب الصحفي، وكذلك أشكر من إسطنبول سيد فوزي زكير أغلو المحلل السياسي والخبير في الشؤون التركية. أترككم مشاهدينا الكرام مع تعليقات بعض على صفحات التواصل الاجتماعي على تويتر، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.